Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa tawal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati wal jibala ma tara fi khalqi rahmani min tafawut fawjar basara hal tara min futum zum وَهُوَ اللَّسِيِّ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لنا شهيدا وإن تفور تكاد تميز من الغيظ تلقي ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا ولا قد جاء فكذبنا وكنا نرى سر الله من شيء إن أمدوا إلا في قلام كبير وقالوا فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم ما وجهوا به ألا يعلم من خلق له اللطيف الخبير هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم السماء أن يلصق بكم الأرض أن أمنتم من في السماء أن يلصق عليكم حاصبا فستعلمون كيف لقيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولم يروا هلك طيف أرضهم صافات ويكبر ما يمسكم منور الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي أوجدتم لكم
الكافرون إلا في أمن هاب الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ملفوم أفمن يمشي مكبا على وجهه أمتى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلام مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء